معلم اجى الرئيس بعتولنا خبر من فوق. ماشي يا عمران، شكرا. معلم كمان نحن حنروح؟ لا حتبقوا. معلم لو منروح بيكون احسن، يعني بالنتيجة يا معلم مو معروف صديقنا من عدونا. مثل حقان. انتبهوا على شغلكم يا عمران، انتبهوا. انت كمان رح تبقى هون يا محمود. معلم خلينا نروح معك لعند الباب. هيك بدك يعني؟ يشرف. تعال نشوف مسيو آدم. أنا طلعت على سجلك، نضيف أكتر من اللازم. فهمني شلون عم تقول إنك ابن شوارع؟ معلم أنا لاحق لقمة عيشي وما عندي مشاكل. والله برافو عليك وبتعرف تحكي. أوعك تاخد المسألة شخصية. كل شي بيقول عنه عزت 10/10 أنا بشك فيه. يلا هلأ روح جيب لي شاي. المحل انعرف. إشارة المرور هون. حيكون في سيارة حماية؟ في سيارة حماية واحدة وهي اللي رح تكون قدام. وقديش معي وقت؟ قليل، قليل كتير. من هلا. فكر انه ما في حدا غيرنا بيعرف وين رايحين. الشباب بدهم يرافقونا لمسافة محددة وبعدها راح يتركونا، اما كامل فهو مرافق الخاص. منيح. مين بيعرف بوجود الناس اللي حنلتقي فيهم؟ اللي بدهم اياهم هن بس والله. والمخابرات الاجنبية هنن بيعرفوا انه في هيك تنظيم، اما الاشخاص ما بيعرفون ابدا. عم يقدروا يحافظوا على سريتهم؟ طيب ضمن مؤسستكم كم رجال عندهم؟ في عنا طريقين للتخفي. الاول ملامسة الكل، الثاني عدم ملامسة حدا. هن اختاروا الثاني ونجحوا فيه. We'll be right back.
انت منيح؟ منيح. ظهر بعونة. ما بقى قدامي غير شي واحد بس، لازم اقتل حقان وورال.